عبد الله، بص يعني عبد الله احنا اتكلمنا عن عبد الله قبل كده، وبعدين ده عبد الله دلوقتي بعد مباراه الاهلي والبيراميدز انت شفت عبد الله والناس كلها شافت عبد الله، لعيب مؤثر جدا ولعيب مهم جدا ولعيب يصنع الفرق لاي فرقه. يعني انا شايف ان عبد الله فنيا ينفع اي فريق، يفيد اي فريق. هي الفكره كلها ان في حاجات حوالين الصفقه، كانوا فكره السن، فكره العقد قد ايه، فكره الفلوس اللي هياخدها، هتعمل مشكله الفرقه ولا لا، مش هيلعب مع الزمالك في بطوله افريقيا، فدي نقطه مهمه. انت النهارده اي نادي بيروح عايز يعمل تدعيم في يناير فهو بص على الدوري العام وكاس مصر وعنده بطوله افريقيه، فانت عايز حد يجي يلعب معاك في البطوله الافريقيه، فهي دي النقطه الاهم. هل انت هتجيبه يلعب معاك في بطوله افريقيه؟ لا، احنا عارفينه لا. وبعدين الفترات الاخيره يمكن اخر 24 ساعه انت اكيد بتسمع ان عبد الله ممكن يحصل تغيير في الجهاز الفني فعبد الله يكمل. انا ما اعرفش بصراحه، لكن عبد الله مفيد مليون في الميه. عبد الله مفيد، عبد الله ممكن يساعد الزمالك ان نص ملعبه يبقى اقوى واشرس بكتير، لان انت بتتفرج على عبد الله في كل الماتشات، بتتفرج على عبد الله بيلعب ضد النادي الاهلي. لا، عبد الله لعيب فارق عن لعيبه كتير. لا، وفاتو بيكمل 90 دقيقه وما عندوش مشكله وبيدافع. الشوط الاول بيرجع يشيل كره من 18 بعدين ياخد هجمه ويروح مشوار كتف بكتف جنب حد من لعيب نص ملعب الاهلي. عبد الله واقف على رجليه ما شاء الله، ولعيب ذكي وتمركزات الكره. شوف عبد الله قبل ما بيجي محضر ومذاكر، حط باص واحد يودي مصطفى فتحي شبه انفراد، فهو لعيب مليون في المية اضافة لأي فريق عبد الله السعيد. لكن الحاجات اللي حوالين الصفقة هي دي اللي تخلي الناس تبقى مش عارفة. والأهم من كل ده، هل فريرة موافق على وجود عبد الله السعيد ولا مش موافق؟ هل هو في دماغه ولا مش في دماغه؟ هل هو عايز ينزل معدل السن اكتر من كده، ولا هو شايف ان انا عندي عناصر تفيدني في طريقه اللعب؟ هي دي النقطه. يا جانب عبد الله اسلام، مين المراكز اللي محتاجها الزمالك تاني؟ الزمالك عنده مشكله كبيره في مركز المهاجم الحقيقه. انا شايف الزمالك عنده مشكله في المساك. المهاجم شبانه خلاص راجع. الزمالك عنده مشكله في مركز المساك، لو شبانه هيرجع فلازم الزمالك يبقى عنده لعيب. الزمالك من بعد رحيل الونش، والونش ابتدى يعني بعد الاسبوع الجاي ازمه كبيره جدا، هيبتدي يخش تدريبات بالكوره. يعني الونش ممكن تلاقي شهر او ثلاث اسابيع ويبقى موجود معاك، وده مهم. والزمالك كويس ان الونش يقدر يرجع للزمالك على دوري ابطال افريقيا، لانه في الاول وفي الاخر هو لعيب عنصر مهم جدا، هو اللي بيقود.